عايزه حضرتك تعرفي نفسك. صقول يوسف، مدرس لغه فرنسيه. مدرسه ايه؟ مدرسه الاتحاد الثانويه بنين. حضرتك متواجد دي النهارده في المدرسه اللي اسمها بنات؟ النهارده عندنا ورشه عمل بخصوص المشروع الوطني للقراءه، فاحنا جينا علشان نستفيد من كلمه الاستاذ زي اللي هيكلمونا عن الموضوع. طب حضرتك مقدم باي نشاط او مشترك باي صفه في المشروع؟ بصفتي او بمسابقه او في مسابقه المعلم المثقف. طيب ايه هي مسابقه المعلم المثقف حضرتك؟ هي عباره عن قراءه 30 كتاب وتلخيصهم وتسجيل التلخيصات على الانترنت ومناقشه ال 30 كتاب دول بعد كده اثناء الامتحان اثناء التصفيات. طيب عايزين نعرف حضرتك متوقع ايه من ورشه العمل النهارده في الثانويه بنات؟ اتوقع انهم يعلمونا او يدونا ارشادات ازاي نعدي من اسئله لجنه الامتحان سواء هنا او في التصفيات النهائيه. اتوقع انهم يدونا تعليمات بخصوص كيفيه تلخيص الكتب، كيفيه عمل تلخيص وافي ومناسب للكتاب. تمام، ايه انواع الكتب اللي حضرتك بتشتغل عليها كتلخيص؟ في مجالات كتير، يعني في مجالات ادبيه كقصص وروايات، وفي مجالات علميه، وفي مجالات فنيه، ومجال التخصص بتاعي اصلها فرنسيه كمان. تمام يا فندم، ان شاء الله باذن الله تاخد المعلم المثقف على مستوى الجمهوريه ونيجي نسجل معاك تاني باذن الله يا استاذ صبري. ان شاء الله ان شاء الله تبقى رقم واحد لكل مجتهد نصيب. ان شاء الله هتبقى رقم واحد يا فندم ونيجي نسجل معاك تاني باذن الله. الف شكر استاذ صبري. الف شكر.